هل كريستو في حديثه معك ما زال لديه الشغف والرغبة في العودة مرة أخرى للنادي الأهلي واللعب مع النادي الأهلي؟ You mean after the loan؟ تعني نعم بعد الإعارة؟ نعم بعد الإعارة. انظر كما قلت لك، هو الآن في الصفاقسي، هو كل الخيارات مطروحة. إذا عاد، نعم أعرف أنه أعرف أن اللاعب يحب الأهلي كثيرا، وأعرف أن الأهلي متمسك باللاعب، وأنا أحترم ذلك وأحترم الأهلي ونستمع لهم دائما. لدينا علاقة رائعة مع النادي، رغم أن الظروف كانت صعبة بالنسبة للاعب، ولكن نعم نحن على تواصل دائما. هو الآن ذهب للصفاقسي ليجعل هذا الخيار مطروحا، لنرى ماذا سيفعل، لنرى ماذا يجب عليه أن يفعل. اللاعب يجب عليه أن يعمل بجد وأن يظهر بالتحديد مهاراته، وسنرى في المستقبل. في بعض عقود الإعارة في بعض دول العالم هناك نسبة أو اشتراط لنسبة معينة لاشتراك اللاعب خلال فترة الإعارة، هل هناك نسبة محددة موجودة في عقد الإعارة مع كريستو ونادي الصفاقسي، ولا ده محطوط حسب وجهة نظر الجهاز الفني لنادي الصفاقسي؟ لا، لن أخوض في هذا الأمر، لأن هذه اتفاقية بين الناديين وأنا لا أستطيع أن أتدخل فيها. أجد أن الأمر كان مناسبا، أنا قد ضغطت بالفعل على كلا الطرفين ليوافقا، لأنني أرى مع محمد أن هذا الخيار كان مناسبا. كل هذه هي التفاصيل الخاصة بالاتفاقية، لا أستطيع أن أجيب عليها للأسف. ولكن ما أقول لك، ما يمكن أن أقول لك، أن الصفاقسي كان الصفاقسي لديه خيار شراء اللاعب، وهذا شرط جيد إذا اعتقدوا أنهم يجب عليهم أن يفعلوا ذلك. إذا لم يريدوا ذلك، فبالتالي الإعارة كانت جيدة بالنسبة لهم. وبالنسبة لوظيفتي هي أن أضع للاعب أفضل الظروف وأفضل الشروط، وهذا ما حدث بالفعل.